الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سرة الخوفية والصلاة. عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن الأهالي كن، وزواج الولاد من فوق 7 سنوات. قال السيوطي رحمه الله: في قوله صلى الله عليه وسلم استوى فوق 7 سنوات، يعني المهرية. نعم، يعني السيوطي أول العلو بعلو إيش؟ علو القهر، وهذا الذي سنبينه. عامة أرجو منك إرسال هذه الرسالة للشيخ والأخ اللي هو كان معنا سفر نوبي، يقول إن من منن الله، يقول الشيخ: من منن الله على طلبة العلم أن ييسر الله لهم مثل هذه الدروس، ومن الحرمان الانقطاع عن مثل هذه الدروس، ومن الحرمان ما حدث معي من الانقطاع عن مثل هذه الدروس. فوالله هذه الدروس لا يعوضها شيء، لا يعوضها لا نت ولا غير النت. سامحني وادعو لي بالتسليم. شوف، حتى هو جالس على النت ما في، يقول هذه الدروس لا يعوضها شيء، لا نت ولا غير نت. وهذا صحيح، احتكاك بالمشايخ والتلقي وجها لوجه بيحفر في القلب، فالمغبون هو الذي يضيع على نفسه مثل هذه الخيرات. الأغبى منه الذي يكون عنده هذه الدروس جاهزة وهو يذهب إلى بعض مجالس الوعظ والتذكير دون مجالس العلم والتلقيح، أن هذا حقا هو الذي يفيد طالب العلم. فهذه مسألة يعني أقول هي فضل من الله، أخفاه الله على كثير من الناس، وفضل الله يؤتيه ما يشاء. الله يصطفي ما يشاء ومن يشاء من خلقه ويتفضل عليه بما شاء. الكلام هنا على مسألة الأحاديث، طبعا كتاب دخل إهام التشبيه عن أحاديث الصفات. حديث الصفات من هذا الحديث حديث العلو، على أن سلم يصف ربه بالعلو عندما قال: اللهم فاشهد، وقال للجارية أين الله، قالت: الله في السماء. فحديث العلو يثبت العلو لله جل في علاه، وإثبات العلو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نعتقد، لأن هذا هو اعتقاد النبي، هذا اعتقاد أبي بكر، هذا اعتقاد عمر، هذا اعتقاد عثمان، هذا اعتقاد علي، هذا اعتقاد الصحابة والتابعين. قرون الخيرية التي بيانها سلم كانت تعتقد في الله ما يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكانوا يعتقدون بأن الرب جل في علاه في علوه فوق السماء على عرشه. أدلة العلو كثيرة جدا. أولا، صفة العلو لله جل في علاه، هذه الصفة العظيمة يعني يجمعها قول الله جل في علاه أن الله هو العلي الكبير. وعلو الله جل في علاه علو الشأن والقدر والمكانة، وعلو القهر بلوازم الربوبية، وعلو الذات. أما علو الشأن وعلو القدر وعلو القهر فقد اتفق عليه جميع الفرق، وأما علو الذات اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة أن الله فوق العرش. وأما أهل الضلالة فلم يثبتوا لربنا الجليل العلو، وسنثبت أنهم يعني قد باتوا على هلكة عندما نفوا عن ربنا الجليل علوه. وكثير منهم يرى الاتحاد والحلول بأنه لا يرى الله إلا في كل مكان، وهذا قالها حتى كثير من المثقفين الذين لا يدركون الهوة الصحيحة التي يسقطون فيها عندما لا يصفون ربهم جل في علاه
بالعلو. أما علو الشأن فهذا مستقر في النفوس، علو القدر، فإن الله جل في علاه له الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق والبهاء سبحانه جل في علاه، فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها كمال سبحانه جل في علاه. فالله جل في علاه قال عن نفسه رفيع الدرجات، قال رفيع الدرجات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علا كبر وإذا نزل سبح، يبين رفعة الله جل في علاه، ما من كبير إلا والله أكبر منه شأنا وقدرا سبحانه جل في علاه، وأي سفول فإن الله منزه عن ذلك. فكان إذا نزل سبح بأبي هو وأمي، حتى أنه كان إذا تعجب قال سبحان الله تطهري، يقول سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بقدر الله جل في علاه وعلو شأن الله. وهؤلاء الكفر الملاحدة أنكر الله عليهم أنهم لم يقدروا الله حق قدره، قال الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقار، تعظيما تبجيلا تقديرا، ما لكم لا ترجون لله وقار. وقال الله جل في علاه عن اليهود والنصارى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه جل في علاه. هذا علو الشأن. والثاني هو علو القهر، هو الذي أول به العلو السيوطي رحم الله السيوطي، من عالم جليل لكنه أخطأ ولا نأخذ بخطأ، يرد عليه خطأ. علو الشأن علو القهر هو من لوازم الربوبية، فقد أحاط الله جل وعلا بكل شيء قوة وقدرة وسمعا وبصرا. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وما قدره الله جل في علاه فلا رد لقضائه بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أراده الله جل وعلا لابد أن يكون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو يعلمه الكلمات واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله قدرة الله جل في علاه، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله جل في علاه. فهذا علو القهر علو الربوبية، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأما العلو الثالث وهو علو الذات، علو الثالث هذا علو الذات، وهذا الذي فيه الشبهات، وهذا فيه الذي زلت فيه الأقدام والأقلام وزاغت القلوب والحناجر من أهل الضلال، فلم يثبتوا لله جل في علاه علوا بذاته. أقول كان الله ولم يكن شيء، وقد كان في علو، كان الله ولم يكن شيء وقد كان في علو، إذ العلو صفة من صفات الذات، علو الله صفة من صفات الذات، وأيضا هناك علو من صفات الأفعال، فعلو مطلق وهو علو ذاتي، وعلو مقيد هو العلو على العرش وهو الاستواء على العرش. وهذا العلو جاءت دلالات كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة وإجماع أهل السنة بإثبات علو الله جل في علاه. أول هذه الأدلة دلالات الأسماء الحسنى والصفات العلى تدل على علو الله جل في علاه. قال الله جل في علاه فالحكم لله العلي الكبير، اسم الله العلي هذا من أسماء الله، فاسم الله العلي له صفة، هي صفة العلو، لأننا قلنا أسماء الله حسنى. لما هي حسنى؟ لما هي حسنى؟ ده اعرف ربك، وإلا الجهل بربك أمر لا يمكن أن يتصور. هؤلاء شوية الإخوة الأغبياء كما بينت قبل ذلك الذين قالوا نقدم الشفع على النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الشفع على النبي، أنت بتقول استغفر الله احمد الله نحن ما قلناهم كفرتم، هو شوية إخوة لا يفقهون شيئا، خمسة إخوة أو سبعة كلهم أجسام بلا عقول، يغفر الله لي. أنا أقول ذلك حقا، لأن الكثير منهم يجادل على أننا نعيش في زمن التقليد، ما فيش شيء أنك تنظر وتفعل ذلك. تقلد كيف عقيدة الله جل في علاه؟ كيف هتقلد وأنت تعبد ربك جل في علاه؟ المسألة ليست بالهين، أسماء حسنى لأنها أولا لأنها أعلام على ذات الله جل في علاه، ولأنها تتضمن إيش؟ صفات كمال. فإذا العلي اسم من أسماء الله جل في علاه يتضمن صفة وهي من صفة الكمال. كنا ننتظر اليوم رئيس القوم أن يأتي لنجلس معه، فما أتى وما أتى القوم، حتى الرجل لما كلمني قال لي طب أريد أن أسأل سؤالا، قلت له أنت مقلد،
ومثلك لا يجلس جلسة المؤصل المفصل. أنت على الخلف طولة، إذا أردت سؤالا تتعلم اجلس مجلس طالب العلم لتتعلم. وهي عامة الأمر مسجل، يعني هو يعني ما أدري وما كنت سأعيش لأرى مثل هذا بحال من الأحوال، لكن الأهواء إذا ضربت بأحد انتهى الموضوع. وهؤلاء أتوا برجل، يعني هذا الرجل عنده عتق، يعني عنده شوية خلل نفسي أو خلل عقل، يعني ويحارب كل أهل السنة والجماعة، وهو يؤول ويحرف صفات الله جل في علاه. من الشبه اللي عنده ليته كان طالبا العلم فعلمناه، لكن نطرحه. من الشبه اللي عنده هو ينفي النزول، يقول إذا قلت بأن الله ينزل في السماء يبقى دخل في السماء، هذه مصيبة. والثانية من الشبه التي لمحتها من ثناء الكلام، هو لن يستطيع أن يعرب عن ذلك ولا يعبر عنه، لأنه ما وصل لدرجة أنه يكون طالب علم. لكن من الشبه اللي عنده أنه يرى أن من أثبت النزول فقد نفى العلو، هذه الشبهة للتأتيه، أن من أثبت النزول فقد نفى العلو. هذا الذي سنفصله. هو رجل طبعا كل يوم يبعث رسالة على الموقع، وقد نظرت فلان وفلان ونظرته، وهو كذب وإفك ومين كذاب. حتى أنا قلت له يا ابن الكذاب لا يؤخذ منه علم، أنت نظرتني؟ قال لا، ما نظرتك. قلت له كنت أنت بعثت رسالة أنك نظرتني؟ قال لا، من الكذاب الذي قال ذلك؟ قلت سامي. فطلع سامي وجاهه، قال له أنت قلت هذا؟ قال أنا ما قلت هذا ولا شفت هذا الرجل ولا نظرته. سامي عينه ضعيف، الرجل كان فحل، الرجل ممكن نلطشه على وجهه فيموت. فسامي تجرأ، لأن كان في بعض الإخوة المعينين أمامه، قال أنت كذاب. فالرجل المقصود الرجل، أنا يعني والله في أول مرة قابلته بكيت عليه، لأنه هو قال لي شيخ الفلاني صلت علي الإخوة حصبوني بالحجارة والتراب. فأنا قلت رجل كبير ورجل أيضا يتكلم، قال يعني والله دمعت عيني رقة له. فقلت لا تحزن، وأنا عارف أنه كلامه يعني كلامه من كلام السفهاء، يعني كلامه لا يمكن أن يقبل. حتى أنه دعا على شيخ الإسلام تيمية سب ومسب عالية جدا، ودعا على بعض مشايخنا الأفاضل، قال إن شاء الله هذا يكون في الدرك الأسفل مع عبد الله بن أبي بن سلول. رجل عاش ظهره يدعو إلى الله، سيب بقى أخطأ في مسائل ما أخطأ، قال لي هذا إن شاء الله في مع عبد الله بن أبي بن سلول. يا حبيبي ليش تقول هذا؟ اتق الله ربك. وأنا كل ده برفق به، لكن لما شددت عليه هنا قال لي كلمة أقوى من هذا، قال أنت إن شاء الله هو مقسم الناس، يعني سيحشرك الله مع من؟ بلعم ابن مين؟ ابن عوراه في الحديث الضعيف، قال سيحشرك إن شاء الله مع بلعم ابن عوراه. قلت الله، واحد مع عبد الله بن أبي بن سلول والثاني مع بلعم، هو مقسم الناس كيف سيحشرون؟ فهو الرجل ما عنده علم في أي شيء، يعني رجل ضعيف جدا، ضعيف البضاعة. وذلك أنا قلت له أنت أضل من بعير أهلك، هو ما فهمهاش، قال إيش تقول؟ قلت له أضل من بعير أهلك. الرجل برضه جلس يتمكن، مش هو مش شايف ابل امامه. فهو طبعا بقى لما قلت له انت اضل بعير اهلك مش عارف يعمل ايه، قال لي طز فيه. فقلت له يلا بره خلاص، انت ما تعرف شيئا لا تتكلم، ولو كان يعلم لاتقيت الله فيه وبينت له. ان هو ده بالضبط حوار المساله، انه مش مستطيع يستوعب علو الله جل في علاه. الشبهه اللي عنده انك لو قلت نزل يبقى اذا لما نزل ايش اللي حدث؟ ما في علو، لانك لو قلت نزل الى السماء الدنيا بنفس الحديث ينزل ربنا السماء الدنيا، يبقى اذا هو في علو في السماء الدنيا، لكن السماء الثانيه فوقه والثالثه فوق والعرش فوقه. فاهم؟ هذا دلاله انه لا يفقه ولا يفهم شيء. اطم الامور اللي وقع فيها انه كيف نزول الله، كيف نزول الله وحد من عظمه الله. يعني ايش؟ يعني وقع في خطيتين ومصيبتين. المصيبه الاولى كيف نزول الله، بس من يفقه بقى؟ هذه طلبه علم. انت جالس، انا واحد كان اللي اتصل بيا وجاب المجموعه يتكلموا ده، قال انا مش فاهم شيء. قلت له ولا هم فاهمين شيء، انت تحسب ان هم فاهمين اللي انا بقوله؟ انا جالس بقول له يا ابني لازم قولك كذا، هل تلتزم باللازم ام نحيد عنه؟ اسماعيل ياسين في المستشفى المجانين قال تتكتب ازاي في مجمع اللغه العربيه؟ ازاي تتكتب؟ تعرفين يكتبوا لغة الحمار. فنفس الأمر هو واقف يبرق، مش فاهم بشيء، مش فاهم يعني لازم القول أصلا. الثاني بقول له يا ابني دعنا من هذا، سنتكلم الآن، ده قول عالم قال فقول نفسه. فالآن بنتكلم، قال لي ليش أنت تقول؟ قلت قال في الأثر،
قال ولما لا تقول خالف القياس؟ هو أنت ظاهري ما بتقولش في القياس؟ قلت له الآفة أنك ما بتفهمش يا حبيبي. فواحد بقى قاعد قال لي هو كلنا ما بنفهموش عندك وكلنا بنطلون صح؟ ما أنتوا ناس بتحاربوا على التقليد. فقال قلت له أنت مش فاهم، أنا بأتي بالمختلف فيه أحمله على إيه؟ المتفق عليه، والمتفق عليه هو إيه؟ الأثر. لكن لو حملت الرجل على النظر مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة على القياس، لو حملته يبقى أنا بحمل مختلف فيه على مختلف فيه، يبقى مش هنخلص. مفهوم؟ فأنت لما عشان تفض النزاع تحمل المختلف فيه على إيه؟ مين اللي علمنا القاعدة دي؟ لا مش أنا، إبراهيم عليه السلام هو اللي علمنا القاعدة دي. عارفين كيف؟ لما النمرود قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، صفصته، لأن في وجه شبه صح؟ لما يقول هذا يحيى وأنا أقتل هذا في وجه شبه ولا مفيش وجه شبه؟ قال إذن لما حكمت على هذا بالإعدام أمت، ولما تركت هذا وهو محكوم عليه بالإعدام فقد إيش؟ أحيى فيها وجه شبهة ولا ما في شبهة؟ فقال طيب ندع المختلف فيه الآن إلى المتفق عليه، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب، ده متفق عليه، ما فيش حد يستطيع يفعل هذا، فهمت؟ فقلت له فسكت. بعد كده قال لي هو يريد يبين كلام كفر لكن مش فاهمينه، يريد يبين ان كلام الله وكلام الرسول مش ممكن يكون ظاهر ولا بين، لازم حد يبينه، لان الله قال نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عجبي مبين. هل الله قال ذلك؟ حاشا. قال ايش؟ قال بلسان عربي ايش؟ يعني ظاهر وحده. ولذلك قلت له لو جاءك الحديث ظاهر مبين يقول لي وانت تقول للمقلد يستنبط احكام، قلت له يا ابني ده غباء محكم مستحكم، حديث ظاهر مبين يبقى لا يحتاج الى ايه؟ استنباط. فقلت له كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، لو واحد مقلد الان بيشرب خمر وجاء رجل قال له سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن في الخمر عشر، لعن الله شارب الخمر، يحتاج لاستنباط حكم ولا يحتاج؟ ما يحتاجش. فكل ما اكرر له وارجع ارد للمثل على ان ده حديث ظاهر بين يبقى ما فيش غير ان انا اقول قال رسول الله واخد بيه، ما استناش ان انا الشافعي يطلع لي من القبر يقول لي والخمر حلال حرام فيقول لي قد قلدت الشافعي، او استنى احمد يقول لي الخمر حرام. انتوا معايا ولا معهم؟ طيب جيد. فكل ما كل ذلك ايش قال بقى؟ ختم الايه قال هو الدين ما فيهوش غير الخمر، يعني هو الدين كله خمر؟ عشان انا بضرب له المثل الان، كنت عايز اقول له الدين كله مش خمر، الدين كله باين بس انت جاهل وما عنديش حاجه استطيع ان انا ابينها لك الا بهذا. فانا يعني تذكرت هذا الموقف وقلت الثاني هذا اللي كان معه اللي هو الشديد اللي هو بيتكلم على نزول الله جل في علاه، على الاقل عنده اطلاع على الاثار، عنده اطلاع على الاثار، وعلى الاقل اتى باحاديث، يعني هو بيقول ان نزول الله جل في علاه نزول الملك، لان في حديث وردت بكده، فرجل اتبع الحديث وفهمه. وبعدين اللي خلاه يعظم النواجذ على ان ما فيش حاجه اسمها نزول امران، الامر الاول ان لو قلت بالنزول يبقى اذا السماء تذل وتقل، مفهوم؟ والامر الثاني انه لو نزل يبقى فين العلو؟ الايات والاحاديث التي سنوردها الان على اثبات العلو قد انتفت بايش؟ بالنزول. واقطع ذراعي من هنا ان كان الايه مفهوم؟ لما نقول له وقعت في طمتين كبرتين، الطمة الأولى أنك كيفت النزول، ونحن نقول لك نازل والعلو كما هو، وقادر ربك جل في علاه، بل هو في علوه قريب منك، قريب مني نعم، قريب في علوه وعلي في إيش؟ في قربه جل في علاه، لا يمكن أن يصل تصورك ولا ذهنك إلى صفة من صفات الله جل في علاه، ما عليك إلا أن تعلم كل ما يصل إليه ذهنك فالله أكبر من هذا سبحانه جل في علاه. فلذلك اليوم إن شاء الله سنثبت العلو بالأدلة، ثم نبين الأشاعرة الذين رجعوا عن أنهم يعني قد عارضوا العلو، ثم بعد ذلك نأتي إلى الشبه الأسبوع القادم إن شاء الله نبينها، والرد على الكلام الإمام السيوطي رحمه الله من إمام جليل عمل لدين الله جل في علاه وله التصانيف النافعة، لكنه هنا أخطأ، فنحن نقول هو فوق رؤوسنا له علينا الدعاء ونترد عليه بإذن الله، وخطأه لا نأخذ به، خطأه يرد كما جاء وإن شاء الله لا يتعرى عن أجر. فكل مجتهد مصيب، مصيب إيش؟ لا مصيب الحق، إذ الحق لا يتعدد. طيب أدلة علو الله جل في علاه في الكتاب كما قلنا الأسماء، أيضا فيها قول الله جل في علاه
الكبير المتعال، وهذه تجمع أيضا العلو الثلاثة، علو الشأن علو القهر علو الذات. قول الله جل في علاه سبح اسم ربك الأعلى، فهو الأعلى في كل شيء سبحانه وجل في علاه. وأيضا التصريح بالاستواء على العرش، وهذا العلو المقيد، هذا العلو المقيد بإيش؟ بالعرش. قال الله جل في علاه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وأهل اللغة يقولون الاستواء معناها العلو، معناها العلو يعني على العرش. وقول ربنا جل في علاه الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، والاستواء كما قلنا على. وقد قال علماء اللغة يستدلون على أن الاستواء معنى العلو، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فإذا استويت أنت ومعك يعني إيه؟ ركبتها علوتها. والاستواء له أدوات، الاستواء يأتي يتعدى بنفسه ويتعدى بعلى ويتعدى بإلى. الاستواء يأتي يتعدى بنفسه وبعلى وبإلى، إذا تعدى بنفسه على ما كنتم تحاربون خلف المكان المخبأ هنا، إيش هو؟ كنتم تطحنون إيش هنا؟ الطعام. والاستواء بنفسه هو كأن تقول الطعام استوى، الطعام استوى يعني إيش؟ بلغ إلى إيش؟ إلى الطهي والنضج. الطعام استوى ده يتعدى بنفسه، وإذا تعدى بإلى معناها القصد. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء يعني قصد السماء. والاستواء يتعدى بعلى فيكون معناه على، على وارتفع، لكن هو يقال استقر، وهذا خطأ أنا وقعت فيه أيضا، على واستقر انكرت من الآثار فنتجنبها أولا، على وارتفع. وأيضا من أنواع الدلالات في الكتاب على علو الله جل في علاه بالفوقية، العلو فوق. قال الله جل في علاه وهو القاهر فوق عباده، وقال الله جل في علاه عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، فالفوقية تدل على العلو. وأيضا قول الله جل في علاه أأمنتم من في السماء، من في السماء الدلالة منها من في العلو، من في السماء يعني من في العلو. والدلالة على ذلك وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء لا يقصد به السماء سبع سماوات، يقصد بها إيش؟ السحاب، صح ولا لا؟ يبقى إذن قول الله جل في علاه وأنزلنا من السماء يعني من العلو، من العلو، لأن المقصود بها السحاب، السحاب في علو. أأمنتم من في السماء. وأيضا في تأتي بمعنى على كما قال الله جل في علاه فامشوا في مناكبها يعني على مناكب. وأيضا لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، وهذا واضح وقد فصلت القول فيه قبل ذلك. وأيضا من الأدلة على فوقية الله وعلو الله جل في علاه التصريح بالعندية، قول الله جل في علاه ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. من الذين لا يستكبرون ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ من الملائكة، والملائكة أين الملائكة؟ في الأرض السابعة. ها الملائكة في السماء، ما الدليل أن الملائكة في السماء؟ أحسنت، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. الآية الثانية في أدلة أخرى، والآية بس الآية احنا عايزين نوضح بالآية. ها نعم صح، لكن أنا أريد الأوضح. نعم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في موضع قدم إلا وملك ساجد. هذه دلالة واضحة. في أدلة أخرى أن الملائكة في السماء. يا لا أيمن تفضل، ما تعمليش كده، أنا عايز الإجابة. شوف الإخوة اللي بتهمني دي مش ضبط المسألة، لو عارف حقا بيرفع إيده لأنه هو متقن في الإجابة فلينفرد بالإجابة، لكن هو بيجمع خمسة ستة ويهمهمه دلاء عن إيه؟ أخش في وسطهم إذا كانت صح صح خطأ خطأ ما ينفعش. حديث المعراج أحسنت، البيت المعمور وين؟ في السماء ولا في الأرض؟ قال يدخلوا سبعون ألف يطوفون به لا يرجعون إليه لا يوم القيامة، صعود الروح وصعود عروج النبي صلى الله عليه وسلم، كلما يستأذن الملك يرد أبو عيسى أمه.
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين. فضل نزل به الروح الأمين. أحسنت. والنزول لا يكون إلا من العلو. هذا دلالة أن قول الله جل في علاه ومن عنده فوقية ومن عنده في العلو، لأن الملائكة في السماوات والله فوق السماوات، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وأيضا قال الله جل وعلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا هو عنده فوق العرش، والعرش فوق السماء كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وقد بين الله جل وعلا أن العرش فوق السماء. أيضا التصريح بالتجلي، لأن التجلي لا يكون من 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 سفول، يكون من علو. التصريح بالتجلي والرافع والعروج والصعود بل والنزول. قال الله جل في علاه لما سأل موسى قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى لا يمكن أن يقال في الأرض تجلى، لا يكون إلا التجلي يكون من الفوقية، مفهوم؟ فيبقى هذه دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا في علو. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. وأيضا قد قال الله جل في علاه عن عيسى عليه السلام ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال عنه بل رفعه، والرفع يكون من إيش؟ نعم إلى أعلى، فيكون هذا العلو، بل رفعه الله إليه، دلالة عنه في العلو سبحانه جل في علاه. وأيضا قول الله جل في علاه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي الآية الأخرى 1,000 سنة مما تعدوه. وقول الله جل في علاه إليه يصعد، والصعود بالإجماع من العلو إلى السفور، إليه يصعد خطأ فاحش، الصعود من إيش؟ باتفاق العقلاء الصعود نعم. قال الله جل وعلا إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. وقال الله جل في علاه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، والنزول لا يكون إلا من علو، تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله كل هذا دلالة على إيش؟ العلو، لأن النزول لا يكون إلا من علو. أما في السنة فكثيرة جم غفير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تثبت علو الله جل في علاه، منها حديث المعراج وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى حتى كلمه الله كفاحا سبحانه جل في علاه ففرض عليه 50 صلاة. وأيضا حديث الصحيحين إن لله ملائكة يسيحون في الأرض حتى إذا وجدوا مجلس العلم يلتمسون مجالس الذكر ومجالس العلم، قالوا هلم إلى طلبكم، ثم يصعدون بذلك إلى الله جل في علاه. حتى في الحديث الطويل يقول تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي؟ يقولون تركنا عبادك بعدما يصعدون، وهذا هو الشاهد، فتركناهم يذكرون ويكبرون ويهللون، ما يطلبون يطلبون الجنة، فكيف لو رأوها ما بما يستعذون أو ما مما يستعذون يستعذون من النار، فكيف لو رأوها؟ حتى يقول الملك إن فلانا قد جاء لحاجة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، فهم يصعدون. فهذا الصعود دلالة واضحة جدا على العلو. أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، فينزل ربنا دلالة واضحة جدا على أن النزول لا يكون إلا من علو. وفي خطبة الوداع وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس ثم قال اللهم بلغت، قال اللهم نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع إصبعه إلى السماء اللهم فاشهد اللهم. وهذه دلالة على إيش؟ لا الدلالة على إيش؟ على أن النبي يعتقد أن الله في كل مكان، لا النبي حاشا لله وحاشا لنبيه يعتقد أن الله في السماء. ما بالكم برجل يقول من أشار بإصبعه فلتقطع يده؟ ها والله من الذي أشار بيده إلى السماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول تقطع يده؟ حاشا لله، غباء مستحكم. ولذلك الثقاف هذا يعني أتى برسالة، هذه الرسالة يرد فيها الشيخ الألباني في حديث الجارية فقط، ويضاعف حديث الجارية، وحديث الجارية في الصحيح إسناده كالشمس، فهو يقول من أشار بإصبعه للسماء فلا بد أن تقطع يده. نعوذ بالله من الخزان. أين تريد ربك؟ تحتك بجانبك؟ ربك في السماء، ربك في العلو سبحانه جل في علاه. لذلك كان الإنسان يقول اللهم ويشير إلى السماء وينظر إليه اللهم إيه؟ اللهم فاشهد اللهم فاشهد. وحديث الجارية حديث طويل، حديث معاوية بن حكم السلمي لما صفع الجارية على وجهها فجاء ليكفر عما فعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال للنبي أعتقها؟ قال له رسول الله لا ائتني بها،
لأنه يشترط أن تكون مؤمنة. فقال لها في الجارية أين الله؟ فقالت في السماء. ده هذه جارية لم تبلغ 9 سنين، يعني بنت صغيرة جارية لا تعقل، ما وصلت للنج العقل، وتقول في السماء فطر مركبة. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان للاعتقاد هذا بأن الله باعتقاد صحيح، ولأن نعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، هذا حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية، ربنا الذي في السماء يعني على السماء، والأحاديث غير ذلك كثيرة جدا. ورد عن الصحابة الكرام وهو إجماع من الصحابة بعلو الله جل في علا. أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقف عمر يشرب سيفه، دخل عليه فقبل بين عينيه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم طبت حيا وميتا. ثم قام وخرج على الناس وقال اسكت يا عمر، وعمر لا يسكت حتى قرأ عليه قول الله جل في علاه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقال عمر كأني لم أسمع هذه الآية إلا الآن، فسكت فخر صريعا. ثم قال أبو بكر الكلمة المشهورة الشاهد الذي سنريده الآن، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء، فإن الله في السماء حي لا يموت. فقال فإن الله في السماء، فهذه إثبات أبي بكر على ملأ من الصحابة بعلو الله جل في علاء، ومع ذلك لا يرد عليه أحد، فهذا إجماع من الصحابة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما جاءته خولة، تعرفون خولة؟ من القصة المشهورة لها؟ الشاكية التي سمع الله شكواها، المجادلة، فمش هي مجادلة وليست مجادلة يا أستاذ، هي التي جادلت صح؟ جادلت في زوجها، قالت يا عمر، وكان يمشي معه بعض الصحابة أو التابعين وهو يمشي، عمر الخطاب أمير المؤمنين، قالت يا عمر انتبه، امرأة عجوز تنادي على أمير المؤمنين تقول يا عمر باسمه، لا يا أمير المؤمنين، يا عمر قد عهدتك في مكة عمير، ثم قيل لك يا عمر، تتكلم مع رئيس الدولة، ده أعظم دولة، ثم قيل أمير المؤمنين، حتى هي ما تقول له أنا أقول أمير المؤمنين، ثم قيل أمير المؤمنين اعلم الآن تشتد عليه، تقول من خشي الموت أمن الفوت، يعني اتق الله ربك، ترجع إلى الله تذكره أنه مسؤول عن كل هؤلاء. وقالت من أمن الوعيد فاته الوعد أو جاءه الوعيد. فقام الرجل الجرود من الجرود يقول يا امرأة قد أكثرت أو أطلت على عمر بن الخطاب، قال دعه، أما تعلم من هذه؟ هذه التي سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات، يقول عمر من فوق، ويعرفون أقدره ويعرفون قدر هذه المرأة لما أنزل الله فيها القول، قال هذه التي سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وابن عباس حبر الأمة عندما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاه وهي في مرض الموت قال لها أبشري، وهذه سنة أنك لو دخلت على أحد يموت أن تبشره حتى ترجيه في الله جل في علاه، قال أبشري أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان رسول الله يحب أحدا إلا طيبا، وإن الله ما اختار لنبيه إلا الطيب، وقد برأك، هذا هو الشاهد، وقد برأك الله من فوق 7 سماوات. تسمع عائشة وتقر، وابن عباس يتكلم، والصحابة يسمعون ويقرون، وهو إجماع في من الصحابة رضي الله عنهم. وابن مسعود رضي الله عنه يقول بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وبينهما وبين الكرسي والعرش مسيرة 500 عام، وقال بينهما ماء في بعض الروايات، وهذه رواية موقوفة حكمها الرفع، لا يمكن أن يقول ابن مسعود هذا إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، والعرش فوق 7 سماوات، والله فوق ذلك، هذا الشاهد، الكرسي موضع القدمين، يا لعظمة الله جل في علاه، الكرسي فقط الذي وسع كل شيء، وسع السماوات والأرض، الكرسي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم السماوات 7 والأرضين 7، بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، الكرسي موضع القدمين فقط، موضع القدم طبعا يا شيخ الله يديك، نعم دعك من هذا، تكيف الآن، قل موضع القدمين، وقف عندما أوقفك ابن عباس
قال والكرسي موضع القدمين والعرش فوق السماوات والله فوق العرش وكما قال يعلم ما أنتم عليه لا تخفى عليه خافية كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى في أولاه. وأيضا من التابعين الذين تابعوا هؤلاء الأفاضل الأمادت على العقيدة السديدة الصحيحة في ربهم جل في علاه يقول مسروق والضحاق ومجاهد وأكثر المفسرين وكل هذه الأثار تجدها في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كلها بأثارها بالأسانيد الصحيحة النيرة عن هؤلاء الأماجد. قال في قول الله جل في علاه وهو معكم أينما كنتم قال إن الله فوق العرش وهو مع العباد بعلم إن الله فوق العرش وهو مع العباد بعلم. وقال مسروق حدثتني عائشة بنت الصديق الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي برأها الله من فوق سبع سماوات. الإمام مالك يقول الله في السماء وعلمه لا يخلو منه مكان الله في السماء ونقصد بفيه فيه هنا على فالصحيح قال الله قال الإمام مالك الله في السماء يعني على السماء وعلمه لا يخلو منه مكان. الإمام الشافعي يقول العقيدة التي أنا عليها والتي عليها أهل الحديث يعني أنا هذه حجة على كل أشعري يغفر الله لي كل من تبنى مذهب الشافعي فهو خصيم الشافعي يوم القيامة بإذن الله. كيف يحيد عن عقيدة الشافعي نفسه؟ الشافعي يقول العقيدة التي أنا عليها والتي عليها أهل الحديث أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وهذه عقيدة نيرة يعلم أن الله قادر وهو قريب في علوه لا ما قاله بعضهم وأول أيضا القرب بأن القرب قرب علم فقط وكلام مستهزئ نقول هو قريب قريب في علوه ونقص ولا نزيد كما قال الإمام الشافعي العقيدة التي أنا عليها والتي عليها أهل الحديث أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء. وإمام أهل السنة والجماعة هو الإمام ابن المبارك صحيح؟ إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد قال نعم الله فوق عرشه ولا يخلو علمه من مكان من علمه بحال من الأحوال فقال الله فوق العرش وعلمه في كل مكان أحاط الله بكل شيء قدرة وسمعا وبصرا وعلما وهو فوق عرشه. هذه بالنسبة للدلالات الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل السنة. أما العقل فالعقل يوافق على ذلك يعضد ذلك وهل العقل له مدخل في صفات الله؟ نقول له وليس له. والله هذا شرحناه أقسم بالله في بداية الدورة في بداية الدروس أقصد ها لا لا سيب ابن القيم شيخ بالله عليك سيب ابن القيم سيب ابن القيم الآن أنا بتكلم عن الذي شرحته أنا في أول الدروس. ابن القيم أنا قلت قبل ذلك في السنين الماضية في مسألة القياس الأول أنا أتكلم الآن صفات الله مدخل في مدخل العقل فيها ولا ما فيه سأقسم ثم أأتي بكلام ابن القيم هذا الترتيب الصحيح لأن أنا صدرت باب قلت له وليس له. جيد محمد أحسنت. صفات الذات الخبرية لا يمكن لا مدخل العقل فيها بحال من الأحوال. أما صفات الأفعال نعم العقل يدخل في ذلك يؤيدها لأننا نقول بالعقل. الآن من أراد العلو كمال أم نقص ها؟ أنت إذا أردت أن تتهم أحدا بالنقص تقول له إيش يا واطف يا سافر أنا آسف اللفظ بيحدث ولا ما بيحدث. وإذا أراد أن هو يمعن في السب والشتم والإهانة أنت سافل وابن سافلة أو ابن سافل صح ولا لا صح ولا لا يعني واحد كان قبيح القول يقول شوف لا يخرج لا تخرج هذه الكلمات إلا من سافل ابن سافل صحيح ولا لا سفول لأن السفول نقص. فالعقل يؤيد أن العلو كمال وعندنا بالعقل أن الله منزه عن كل نقص والسفول نقص يبقى الله منزه عن هذا. وعندنا العقل يؤيد أن كل كمال الله يتصف به والعلو كمال يبقى إذن العقل يؤيد ذلك أم لا. فبدلالات العقل أن الله في علو جل في علاه لذلك أنت ما تستطيع أن تقول الله في قاع البحار ولا في الحمامات ولا في غيره. أعوذ بالله من الخزان أعوذ بالله. فالله في علوه سبحانه وجل في علاه. الفطرة ودلائل الفطرة كثيرة بل فطرة الإنسان تبين علو الله جل في علاه. هذه الجارية من وين أتت؟ لا جلست ولا درست ولا قالت حدثني ولا تعلمت جاء بها من البادية النبي صلى الله عليه وسلم وهي طالعة الغنم قال لها أين الله؟ قالت ما حدثني به فلان عن فلان صح ولا إيش قالت؟
بفطرة قالت في السماء فطر، وأنت تجد ذلك من نفسك حين تنزل عليك الملمات أو المسرات. إذا نزلت عليك المسرات وأردت أن تشكر ماذا تفعل؟ تجد نفسك بدموع الدموع الباردة، فرق من الدموع الباردة والدموع الحار، دموع الفرح، تنظر إلى السماء لتشكر رب السماء سبحانه وجل في علاه. أبو بكر لما صلى بالناس دخل وتأخر السلام، فدخل لما دخل أخذ الناس بالتصفيق والضرب على الأفخذة، فسمع الصوت وما كان يلتفت بحال حتى اشتد الأمر عليه فالتفت، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأخر ويتقدم رسول الله، فأشار عليه السلام أن مكانك. ماذا فعل؟ هذه مسرات ولا مضرات؟ مسرات. ماذا فعل أبو بكر؟ نظر إلى السماء يرفع يديه يشكر ربه جل في علاه، ثم بعد ذلك تأخر وأجاب في النهاية ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني هو النبي صلى الله عليه وسلم، الفطر العظيمة الجليلة في كل إنسان مركب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الله جل في علاه بعدما رحل المدينة أن يتجه، كان في مكة يتجه إلى بيت المقدس، لكن كان يصلي من أي ناحية؟ الناحية التي بها يتجه إلى بيت المقدس، ويكون أيضا متجها إلى الكعبة. لما ذهب إلى المدينة ما استطاع أن يفعل ذلك، لأن في المدينة بيت المقدس مقابل ليش؟ للكعبة، ما استطاع. فالحاصل أنه هو نظر في السماء، يقلب بصره في السماء، فطر جلي يعلم أن ربه في السماء. ماذا يريد؟ يريد تحويل القبلة. قال الله جل في علاه قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى أخلاها، فلنولينك قبلة ترضاه. وأفضل ما يقال في ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يدعو دائما يضع كف يديه إلى أسفل الأرض، ووجهه ورأسه تحت قدميه ليدعو، صح؟ أبدا يرفع يديه إلى السماء، وقلبه وبصره موجه لمن فوق العرش. لذلك القصة اللطيفة التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية، وغاية نقلا عن كتب المتقدمين، عن أبي جعفر الهمداني عندما جالس أبو المعالي، هذا كان صاعقة الشافعية، الجويني رجل فذ، والجويني من الأفذاذ من الشافعية، وكان أشعريا الحمد لله أن رده الله جل في علاه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. جلس يتكلم ويقول بذكاء العالم، كان الله، سألوه عن العرش، قال كان الله ولا عرش، كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان عليه، أقطع يدي السنتين لو حد فهم شيء. طيب احنا عندنا عقيدة تقول مستقاة من قول الله تعالى الرحمن على، هذا علو ولا ليس بعلو؟ هم ينفون هذا العلو، فكيف نفاه؟ ما استطاع ان يقول ما استوى على العرش، لانه لو قال كده الجوارف الشوارع العوام يقولون ماذا تقول، ده الله يقول الرحمن عرش استوى، فيقول لا. فهو اراد ان ياتيها بالصيغة العلمية اللي هو مسألة التأويل، فقال كان الله ولا عرش، والأول خلق شيء، صح؟ كان الله على العرش، توافقون؟ ثم قال وهو الآن على ما كان، يعني إيه؟ يعني لم يستوي على العرش، يعني لم يستوي على العرش. فالهمداني كان فطنا، مع أنه يعني الأعراب ليسوا فيهم الذكاء العالي، كان فطنا، فقال دعك الآن من الكلام على العرش يا إمام، لكن دلني على شيء في نفسي ما أستطيع أن أدفعه. فهو يقول قال يا شيخ دعنا من ذكر العرش، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، ولا يلتفت يمنة ولا يسر. كأنه يقول ادفع لي ما أراه في داخلي، عندما أريد شيئا وأريد طلبا من الله أجد بصري في السماء وقلبي موجه للسماء. أنا لا أجبر نفسي على هذا، أمر جبل ما أستطيع أن أدفعه. فماذا قال الجويني؟ لأنه يرى من نفسه ذلك، هو يرى من نفسه ذلك، فأخذ على رأسه يضرب هكذا ويقول حيرني الهمداني. ليش؟ لأنه أتى له بحجة لا مدفع لها، لا دفع لها، لأنها حجة مركبة في النفوس، هي دلالة الفطر. فيا لخسارة وحسرة من يأتي ويتكلم بكلام سافر ويتكلم بجرأة بالغة ويقول الله في كل مكان، فيك؟ يقول نعم في، أعوذ بالله. لذلك قال قائلهم ما في الجبة إلا الله، القميص، قال قائلهم نعم عليه من الله ما يستحق، قال ما في الجبة إلا الله. ثم يقول الثاني سبحاني سبحان، أعوذ بالله من غضب الله، دعك من أسماء الآن بقى،
فيقول سبحاني سبحاني. وقال أرعمهم وكل كلام في الكون كلام سواء علينا نثر أو نظام. يعني كل الكلام القبيح التي تسمعها الكلمات التي تسمعها أنت هذه من كلام الله، وكل كلام في الكون كلام. هو يقول لا أدري، سبحان الله، أدري من الخالق من المخلوق، ينظر لنفسه ويقول ما أدري من الخالق من المخلوق. فنعوذ بالله من الخذلان. فهذه الذي يقول الله في كل مكان وفي الإنسان واحتوجته السباع وفي الحمامات ضلال مبين بل كفر مبين. أما قائله فهو جاهل، لابد أن يتعلم ليعلم كيف يعظم ربه جل في علاه. فإن الله فوق العرش بآيات محكمات، قال الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى، وقال من السلف ربنا الذي في السماء، وقال للجارية عندما قالت الله في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذه دلالة واضحة جدا من الكتاب ومن السنة ومن إجماع السنة، بل وأيضا من الفطر السليمة الصحيحة على علو الله جل في علاه. يبقى أن نختم الكلام على العلو في مسألتين مهمتين، ثم نطرح بعض الشبهة التي أتت للمعطلة الذين عطلوا الله جل في علاه عن هذه الصفة الجليلة، ونرد عليهم بإذن الله. أما الكلام على العلو بعدما أثبتناه بالكتاب والسنة وإجماع السنة، نقول العلو لا ينفي قرب الله جل في علاه. العلو لا ينفي قرب الله جل في علاه، فقرب الله ثابت وعلو الله ثابت. ونحن قد تعبدنا الله بما جاء في كتابه وجاء في سنته. أن تقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء عن الله أنه في علو فهو في علو، وإذا جاء عن الله جل في علاه أنه يقرب فهو يقرب وهو في علو. وهذه عظمة الله جل في علاه، والدلالة على ذلك كثيرة جدا من السنة. أولا من الكتاب قد قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قرب إجابة، وإن قلت الله قريب قريب في علو قريب في علو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا، إن الله لأقرب لأحدكم من عنق الراحلة. فالله قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجه، فإن الله قبل وجه، فإن الله، وهذا حق، فإن الله قبل وجه. إذا قمت بين يدي الجبار تصلي فإن الله قبل وجه. كيف؟ الله أعلم. هذا كيف؟ لا الله أعلم. النبي ابن عباس يقول الكون كل في يد الله كحبة خردل في يد أحدكم. نحن ندور مع الأثار حصدات، حين أثبتت أثبتنا، حين نفت نفينا، وندور مع الأثار، ولا يمكن أن تتضرب هذه الأثار. عندنا أصل أصيل ألا وهو ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديث، لا أحد أصدق من الله قيلا وحديث. وأيضا قول الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه. يبقى إذن لا اختلاف في كلام الله جل في علاه، حين قال ينزل فهو ينزل في علو، وحين قال هو علي هو علي، وحين قال يقرب من عبادي فهو قريب في علوه علي في قربه جل في علاه. فإذا الله جل في علاه أحاط بكل شيء وهو قريب من كل شيء، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. وأيضا عندنا قول الله جل في علاه الله الذي خلق السماء، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. مع علو الله جل في علاه يعلم كل شيء كما قال ابن عباس وهو فوق العرش، ويعلم ما أنتم عليه، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين. هذه العقيدة لو تركزت في قلوب الناس والله ما زل أحد لأحد قط، إلا أن يستخدم الأدلة الشرعية أو كل الوسائل الشرعية يصل بها إلى رضوان الله جل في علاه. المسألة الثانية هي أن العلو لا ينفي النزول، وهذا الذي لو أحد يعرف هذا الأخ الذي يكذب البشرية كلها وقد نقل بهتانا وزورا تقديما لأبي بكر للشيخ أبو بكر الجزائري حافظ الله، رجل من الدعاة المخلصين حسبه كذلك الله وحسيبه، ورجل قد قضى عمره أثنى عمره في الدعوة إلى الله جل في علاه. هذا رجل كذب عليه وقال إنه قدم له مقدمة، ونزل التكذيب ولا ما نزل حتى في النت أصلا، نزل التكذيب، كذب ذلك الشيخ أبو بكر. فلو واحد يكون ناصح أمين له يرد إلى ما هو عليه، على أني أرى أن الرجل عنده خلل نفسي أصالة،
فيغفر الله لنا وله ويهدينا وإياه إلى سواء السبيل. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن نجاهم الله من العمى ومن الضلالات. المسألة الثانية وهي أن العلو ينفي لا ينفي أحسنته العلو لا ينفي النزول بحال الأحوال، أو قول النزول لا ينفي العلو. هذا الصحيح، النزول لا ينزل لا ينفي العلو. وهذه ترجع إلى أصل مسألة تكلمنا فيها، ألا وهي لسه أنا لا أتكلم، مش الكافية سقطوا بس أقول حلوا المسألة في مسألة أنت تكلمتوا فيها. لا 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 خلاص خلاص يا إخوان، لا عليكم خلاص. ماذا الهنود بيفعلون ذلك؟ يدعون، وهذا ليس بدين. أنا أدعو الله جل وعلا، حتى الهنود المسلمين ما يدعو يفعل ذلك تشبه حتى بالكفر. أنا بفعل ذلك ألين قلبي عشان صدري حموت. لا، هذه المسألة ترجع لمسألة نزول الله يخلو منه العرش أمين. هذا هو، لأننا قلنا نزول يخلو منه العرش، قالوا إذا العرش فوق الله الآن، مفهوم؟ هذا هو. لو تدبرتم، ما هو العقيدة علم وفهم، لأنهم يقولون، ولذلك اختلفوا في مسألة النزول، هل ينزل ويخلو منه العرش ولا ينزل ويخلو منه العرش؟ نقول لا، ينزل ولا يخلو منه العرش، ينزل ولا يخلو منه العرش. قد أثبتنا العلو على العرش فهو محكم، وأثبتنا النزول فهو محكم، إذن هو نازل ولا يخلو منه العرش. نثبت الأمرين، نازل ولا يخلو منه العرش، وهذا هو الحق. فقدرة الله عظيمة جليلة لا تصورها إنسان. إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فالصحيح أن نقول النزول لا ينفي العلو حال الأحوال، فإذا نزل الله جل في علاه فهو في علو سبحانه جل في علاه، وإذا نزل الله جل في علاه لا يخلو منه العرش. هذا الراجح الصحيح، وهذا هو الحق. قد أثبتنا الأدلة حيثما دارت، دورنا معها وأثبتنا علو الله جل في علاه، وأثبتنا نزول الله جل في علاه. ما تركونا أهل البدعة والضلال على ما نحن فيه. اعلم أخي الكريم، لا تحسبن أحدا من أهل الضلالة فيأتيك بحجر صوان وجرجير وبقدونس ويقول لك عندي قفص من الأدلة التي تثبت ما أنا عليه. إذا جاءك ويعلم أنك طالب علم سيأتيك بإيش؟ بأدلة، صح؟ ومن الكتاب ومن السنة، بل ومن أقوال بعض العلماء. ما احنا للنهار غارقين في الذي يقول وقد قال ابن فركاح وابن فرناس وابن مش عارف مين، وقد قال ابن الشافعية فلان وفلان وفلان، وهو يروج لبدعة معينة يريد أن يروجها بين الناس. فيأتي بقى، يعني أنت عندك أصالة كثير الحصي وغير الحصي، وحتى الشربيني انظر في كلام على مسألة الحج والزيارة ويقول التبرك بتراب القبر. فأنت إن أردت أن تريد سلفا لقول معين ستجد. فهو يأتيك، لابد أن يأتيك بأقوال، لكن هذه الأقوال شبه وليست أدلة. وشبه وهي عند طالب العلم، لذلك يئن القلب وتدمع العين على أن طالب علم تحسب أنه طالب علم جيد متقن وتراه طري البدن لا يستطيع أن يجابه. لو يأتي طالب واحد عنده شبهة ضعيفة يلوحه بالشبهة، إذا تكلم يقول نعم شيخ ده النووي قال ذلك، يا أحمد خالد النووي قال ذلك. الولد أعطاني بورق قال لي أنا سأجيبك بورق النووي، وعمال يتصفح في الورق. يا ابني يا حبيبي انت مش فاهم الورق ده. ففي النهايه قال الورق، قلت له يا ابني الورق ده احرقه وفي كلام نووي؟ قلت له نعم احرقه، لاني اقول قال رسول الله يحرق هذا. انت ما عندك شيء، حتى انت اصلا ما انتش فاهم الكلام اللي بتقراه. فالصحيح انك لا تكن مهزوزا امام احد. ولذلك انا اقول طالب العلم بحق الذي تقر به العين الراس الذي لا يهتز، لما تاتيه باليمين ياتي يمين، شمال شمال، ما يفهم شيء. هذه مصيبة، هذه فيها دلالة أنه غير متقن، ما أتقن المسائل، عنده بعض الثقافة، يقلب الثقافات فقط. أما المتقن لا يهتز أمام أي ريح. لذلك العلماء لما قالوا بأن الأمة التي ليس فيها علماء أي عاصفة من الفتن ستأتي تموج بها فستعصب بكل من فيها. الثبات كله ثبات بمن؟ بالعلماء، بالنبي أولا كما كانوا يصف عليه وغير عليه، لما قالوا إذا حمل وطيس واشتد الكرب في الحرب ايش اللي بيحدث؟ نتقي بمن؟ حماية برسول الله ثابت راسخ. ابن تيمية ابن القيم يقول كانت تنزل الملمات فتخلع القلوب، فإذا جلسنا إلى مجلس ابن تيمية فنظرنا إلى وجهه رجعت القلوب إلى مكانها، ارتكزت وثبتت. فلذلك ثبت الله للفتن علماء كالجبال الراسيات. فطالب العلم المهزوز لا يستطيع أن يقف،
فلابد من طالب العلم أن يقف راسخا أمام هذه الشبه. فهم يأتون بشبه، قال هؤلاء أهل البدع والضلالة الذين عطلوا ربنا جل في علاه عن صفاته، قالوا عندنا آثار وأدلة تبين لنا أو قل تنفي هذا العلو الذي تثبتونه، تنفي هذا الذي تثبتونه. ثم أتوا بحجج كلها واهية. إن أردتم أن أقرأ عليكم هذه الحجج والأسبوع القادم نردها فعلت، وإلا فنتركها إلى الأسبوع القادم أفضل، بدل ما أنا أقرأ عليكم وتضربون أخماس في أسداس، وأجد من طلبة العلم ما يئن له قلبي، أقول درسوا معي سنوات طوال ويهتزون عند أول هز. الله أكبر، له فطرة سليمة. الله أكبر، لا ده عقلية حضرتك ديت، لكن تعال أنت بقى لما تجد معظم بين الناس يمد رجلي كده ويقول هذا اعتقادي، الله في كل مكان. هذا هو، ولذلك احنا نقول بقى يبقى لابد للإخوة أن تدخن قال الله قال الرسول عشان تستطيع تقف أمامه، فاهم؟ نعم. احسنت. بص العقل يقول ذلك، العقل يقدم مقدمات صحيحة، أنت ترى الله؟ الإجابة لا. سمعت الله؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك؟ لا. قال إذن بابك مغلق. إذا كيف نثبت فيه كيف ولا يستطيع أن يكيف على الله شيء. والله العظيم، والله العظيم، أحسنت. طيب احنا نختم الكلام بدل ما أطرح عليكم الشبهة، يبقى الأسبوع القادم الشبهة بالردود. فائدة تعلم صفة العلو فائدة عظيمة جدا. أولا أن قلبك يمتلئ بالتعظيم والتبجيل لصاحب الدرجات الرفيعة سبحانه وتعالى في علاء، إن صح التعبير، للذي وصف بأنه رفيع الدرجات. يمتلئ قلبك تعظيما وتبجيلا، ما لكم لا ترجون الله وقارا، ما لكم وما قدر الله حق قدره. فأنت باعتقادك صفة العلو أنت تعظم ربك تعظيما كبيرا، وتجل ربك جل في علا عن النقائص عن المعالي. الفائدة الثانية من اعتقادك بأن الله فوق العرش، قلبك معلق بمن فوق العرش، يطوف حول العرش ويسبح من فوق العرش. فإذا أردت الذل تذللت لمن فوق العرش، رفعت يديك لربك جل في علا. الثالثة همتك العالية. إذا كان الله يتصف بالعلو فإن القاعدة بأن الله يحب أن يرى آثار أسمائه وصفاته على أخلاق عباده. فالله كريم يحب كل كريم، فالله جواد يحب كل جواد، فالله رؤوف يحب كل رؤوف، والله علي يحب كل علي. وهنا العلي لا يقصد به في البشر إيش؟ التكبر، علو الهمة، علو الهمة. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله جل وعلا يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فالله جل وعلا يحب معالي الأمور، وهذه تأتيك أيضا ثمرة من ثمرات اعتقادك بأن الله جل في علاه في علو. من ذلك أيضا الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يتلمس وسائل العلو. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من السفلى، وقد بيانها نفسه. ويمكن أن تكون اليد العليا يد المال، ممكن تكون يد العلم، فصدقة العلم أفضل من صدقة المال، كما قال أن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن. فصدقة العلم أولى وأقوى وأرفع من صدقة المال. أيضا إذا تيقنت بأن الله في علو وأن الله قد أحاط بكل شيء علما راقبت ربك جل في علو، تعبدت الله بالإحسان، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه جل في علا. هذه بالنسبة للفوائد التي إذا اعتقد المرء العلو في ربه أتى بها. يبقى لنا الكلام على المعطلة، أصحاب المذاهب الباطلة الواهية من الجهمية والمعتزلة، والذين يقولون بالاتحاد والحلول. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين ما لهم وما عليهم بإذن الله، حتى ندفع هذه المسألة، ونبين أن السيوطي انزلق مع هؤلاء فلم يستطع أن يعني يتقبل علو الله جل في علاه على عرشه، مع أن الله صرح وقال الرحمن على عرش استوى وأول ذلك وقال بعلو القهر فقط.
غفر الله لنا وله، فإن المسألة كما قلنا على العصمة، ولا عصمة لبشر بحال إلا الرسل. الأسئلة.